مرحبا، جبت لكم اليوم جورنال جديدة عملتها اللي هي برنسس. برنسس عملتها جزئين بهالشكل، يعني هذا جزء وهذا جزء ثاني. بالنسبة للغلاف غلفتها بقماش، وعلى الجنب خليت هذه التفاصيل حتى لما تحطيها بالمكتبة بهالشكل يكون منانة شكلها حلو. بالنسبة للأشياء اللي دائماً أحب أضيفها الدانجلز، الأشياء المتدلية هذه، فحبيت أختار شيء مناسب فاختاريت هذه التيجان، هذه مال برنسس وهذه مال كوين. هذا الورق المطبوع كله اشتريته كيت واحد من ستامبري، أخلي لكم اللينك بالأسفل. هذه هي من برا. بالنسبة للقفل خليت هذا البروش وعملته مغناطيس بهالشكل، وعملته شوية راخي حتى ممكن إضافة صور بعد أو أوراق أو الأشياء اللي تحبون تضيفوها هالشكل. نجي من الداخل، حبيت أضيف دائما جيوب سرية وأشياء ممكن تنفتح وكروت أكيد. للصفحة الأولى خليت هذا الجيب وزينته بدانتيل، دائما ضفت ليس أو دانتيل لأنه ينطي أنوثة وفخامة بنفس الوقت. ضفت هذا الكارت، وهذا عملته بهالشكل ينفتح وممكن الكتابة عليه. هذه الصفحة عملتها هالشكل ممكن تنفتح والكتابة على هذه. هذا الورق اللي قلت لكم عليه اللي عملته بالبيكس آرت، دمجت نقشة معينة مع ورق مقلم طلع بهالشكل وطبعته. للصفحة الثانية أيضا خليت هذه المحبرة والريشة، وهنا حبيت أضيف ورق خط يدوي، خليت هذه الكروت بهالشكل، وهذه البرنسس. هذا يسموه البيلي باند، زينته بدانتيل. حلو جدا، حبيت هذه التفاصيل. وهذا كارت نكتب هالشكل. إذا استعملت ورق مو مطبوع فأحب دائما أستعمله كمصبوغ بالقهوة أو بالشاي. هذه ورقة من كتاب فينتج هالشكل، طويتها وخليت منها جزء والجزء الثاني بالناحية الثانية. هذا جيب، مثل ما قلت لكم التفاصيل هي اللي تنطي جمال للجورنال. هذه هنا ضفت الدانتيل، وهذا الجيب خليت به هذا التاج وهذا الصور. هذا ايضا جيب خليت به هذا التاج. هذا الظرف قصيته بنفسي ينفتح بهالشكل، حبيت أضيف هذه الأشياء مثل مقولات. ومثل ما شايفين بيها لمعة حلوة ذهبية مثل التريجرز أو الكنوز. هذه الورقة ممكن تصير مع الرسالة بهالشكل،
فاهمه. لما اجي اقفله خليت مغناطيس تحت بحيث نقفل بهالشكل. هذه العلب مال الهدايا عملتها ايضا مكان اضافة اي شيء ممكن تريدي، وهذه الصفحات ايضا كلها مناسبة للكتاب. هذه الصورة لقيتها المحلات اللي تبيع اشياء فينتج، حبيت اضيفها هنا. وهذا الكارت، هذا بهالشكل مثل ما قلت لكم كلها اشياء مخفية وممكن الكتابة تحتها. هذا البوست كارت عملته على شكل دفتر هالشكل. وهذا الكارت عملته كولاج، يعني كلها أشياء منفصلة وأنا لصقتها مع بعض، خليتها بهذا الجيب اللي مزين بالدانتيل هالشكل. هذه الصورة ممكن تنفتح هالشكل، إضافة صور أخرى أو كتاب. حبيت أضيف هذه البوابة شفتها مناسبة هالشكل، زينت بيها الصفحة. هذا الظرف خليته هنا بهذا البيلي باند، خليت بيه دفتر صغير، خيطته بالمكنة. وهذا الكارت، خليه بهالشكل. هذه الصفحة، هذا غلاف مع سيدي غلفته بورق من نفس ورق الجورنال. ممكن إضافة أي صور أو أي كروت، عملتها بهالشكل. أحب دائما إني أعتق دائما دائر بعض الأوراق حتى تبين فينتج شوي. هذه الصفحة تفاصيل حلوة ممكن تنفتح، الكتابة أو الرسم أو لصق صور. هذا الظرف أكيد ينفتح بهالشكل، وضفت بعض الأشياء مثل ما قلت لكم أسميها كنوز. أغلفها بهالشكل، ويكون هو عبارة أيضا عن جيب زي أنت الدانتي. خليت بي هذه الكروت وهذه الرسالة ممكن تنفتح بهالشكل. هذه الصفحة أيضا أخذتها من البنترست اللي هي كولاج أحد مسويها، حبيتها لأنه بيها ملكات وأميرات وإكسسوارات. خليت أيضا هذا الكارت اللي عملته، هذا الجيب أيضا عملته بهالشكل، وخليت به هذا الدفتر عملته من أوراق رقيقة، كل ورقة مثل ما أنتم شايفين نقشة شكل، خيطته بإيدي.
بالنسبة لهذه الصفحة مثل ما شايفين هذا التيبل لام، بس أيضا هو مكان خفي لإخفاء بعض الأشياء. خليت داخل هذا الدفتر، هذا أيضا الجيب ضفت بداخل هذه التاك، وهذه أيضا مثل الرسالة تنفتح بهالشكل. هذا أيضا الجيب عملت دبل بأنه يكون هنا جيب، خليت داخل هذا الكارت. هذا الكارت الثاني، هذه الصفحة لقصر وأميرات عملتها تنفتح بهالشكل. هذه الصفحة الثانية زينتها بدانتيه، وهذه الصفحة مال الكتاب الفينتج اللي قلت لكم عليه عملته بهالشكل، هذه أيضا زينتها. حبيت هذه التفاصيل شوي الذهبي، نعطيتها فخامة. هذا كارت من نفس الأوراق طبعته كارت. طبعا هذه الصفحة هي المنتصف مال الجورنال، فزينتها بهذا الدانتيه. بس نجي على القسم الثاني، تاك خليتها بهذا، هذا على شكل ستارة. هذه البوابة لما تنفتح تكون داخل هذه الأميرة، وزينت فستانها من تحت بدانتيل. وهنا أيضا أكو جيب خفي، هذا الجيب عملته من كلها أشياء ممكن تكون مقتنيات مثلا لأميرة، الساعة والمروحة اليدوية والصناديق والمجوهرات والكتب. هذا أيضا جيب متبهش. هذا الجيب خليت به هذه التاكس، تنفتح بهالشكل. هذا أيضا جيب. هذه الورقة تنفتح هالشكل. هذا أيضا الظرف خليت له دانتيه. كل الأوراق ممكن الكتابة عليها، ولذلك ضفت الورقة للمقلم المخطط.
زينة هذه الصفحة باستيكرات. هذا منتصف الجزء الثاني، حبيت أخلي هذه الجيوب كلها، ممكن إضافة أي شيء، أي صور، أي أوراق، يعني الجورنال تتحمل. هذا الجيب صغير وضعت به هذه الأشياء. هذه الصفحة تنفتح بهالشكل. وهذه الكروت تتخلى بهذه الكليب. هذا الجيب أيضا عملته بهالشكل، كل هالأشياء أنا لصقتها مع بعض، خليت داخله هذا الدفتر، عملته من بواقي مال هذا، خيطته بإيدي مثل ما أنتوا شايفين. طبعا أكيد أي أميرة لازم قصر أو قلعة، فخليت هذا الجيب داخله هذا الكارت. ايضا هذا الجيب مثل ما قلنا على السابق ايضا مغناطيس، خليت داخله هذا الكارت هالشكل. وهذا هنا ممكن إضافة أي شيء. هذه الصفحة عملتها شوي مختلفة، هذه الكروت لصقتها منا بهذا الشكل، ممكن إضافة صور أو كتاب، بعدين تنغلق بهالشكل. هذا البيلي بان ايضا ضفت به هذا الظرف، زينته بنفسي، خليت به هذا التاج. ينطلق بهذا المثلث. هذا أيضا جيب عملته هالشكل. هذا الظرف لصقت عليه ستيكر وبعدين قصيته بالكتر، فيكون لما ينغلق كأنه يعني الظرف كله مطبوع، ولما ينفتح هو هالشكل ايضا ينفتح في داخل رسالة. وهذا هنا ايضا عملت جيب لاضافة بعض الاشياء. هذا ايضا حبيت هذا كأنه ورق حائط، ينفتح بهالشكل. وهذا ايضا جيب وهنا جيب. هذه اخر صفحة بهالشكل، ينقفل بسهولة. ايضا بالنسبة للاوراق الزيادة اللي عندي عملتها مثل الدفتر الصغير، سميتها ليتل برنسس، يعني هذه البرنسس الكبيرة وهذه ليتل برنسس، ثقبتها عادي وخليت بيها قفلتها بهذه مثل الحلق أو التراس شي
بهالشكل، ينفتح بهالشكل شريط. ممكن يعني يكون دفتر صغير لمناسبة معينة، هذا الدفتر ينفتح هالشكل عملته. زي انت كله خيطت منها بالمكان هالشكل. نقفل بهالشكل. هذا ايضا جيب عملته ينفتح بهذه اللصقة وداخله كارت. ايضا هذا القصر ينفتح الباب وتطلع الحديقة الخلفية والسور مال الحديقة، سيكريت جاردن. هذه أيضا هذا عملت جيب. بالنسبة لهذا الباب ما ينفتح، بس خليت داخله هذا الكارت. هنا ايضا ممكن اضافة كارت او ظرف. هنا ايضا لصقت البرنسس وصورة معلقة على الحائط. هذا ايضا ظرف. هذه بس الأوراق اللي زايدة عندي عملتها بهالشكل حتى تكون مكملة ويا الجورنال. هنا أيضا مكان ممكن تخلين أي شيء. وهذه بهالشكل. بالنسبة لإضافة الشريط أضيفه دائما بين ورقتين حتى يكون قوي وماسك من الجانبين وما ينسحب هالشكل. يا رب تكون جورنال اليوم عجبتكم. إذا عجبتكم شير مع أصدقائكم، وأي تفاعل ويا القناة أكون مشكورة. شكرا لمتابعتكم. باي باي.